صباح عليكم مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام اللي قادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للمتجه لميدان التحرير ومتجه رايح لمدينة نصر ومحور النصر. كمان في كثافات بتظهر متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصول للدائري. نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه لميدان الأوبرا والعكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وفي كثافات على الطريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان ومتجه لأكتوبر. في كثافات مرورية نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو لطريق 3 يوليو الجديد، ثم العودة مرة أخرى للمحور. لو رحنا محور صفت فبيشهد كثافات مرورية بتبتدي طبعا تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر فيه كثافات مرورية نتيجة طبعا التحويلات اللي موجودة هناك، وكمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما القادم من طريق الواحات يفضل الطريق السياحي الجديد. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيورة مرورية كبيرة هناك، وخصوصا على الطريق الدائري وحوالين مدينة الإسماعيلية، وطريق كمان عثمان أحمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم. في هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل مع محافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية وفيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في كمان كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية السريعة. ناخد بالنا ان في شبورة مائية بتبتدي من بالليل متأخر وبتكمل معنا لحد سطوع الشمس. نلتزم بالتعليمات المرورية، نبعد عن اي تجمعات مائية او اللوحات المعدنية او حتى المباني اللي ممكن تبقى يعني قديمة شوية، علشان نقدر نوصل اشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لمنا ومصطفى نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا.